السلام عليكم، الله يسعد صباحكم بكل خير، حياكم الله من جوار مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. الآن حناخذكم إلى مكان دائما تحصل فيه معلومات مغلوطة، فالآن احنا رايحين عشان نصحح هذه المعلومات بإذن الله تعالى. وعثمان نور ونفح عطور وفيض. هذا المعلم اللي كنت أتكلم عنه، شايفين هذا المكان الجميل، وقف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عن هذا المكان تنشر معلومات للأسف مغلوطة. كيف مغلوطة؟ هذا الوقف وهذا الفندق ينسبوه البعض، أنا أتكلم ينسبه البعض لأحد المعالم المرتبطة بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو بئر روما، بئر روما الغفاري اللي أصبح بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأوقفوا عثمان بن عفان رضي الله عنه على المسلمين، فكان أول وقف للمسلمين. بعد ذلك ترى هذا المكان عمره كما ذكر الناظر السابق لهذا الوقف الشيخ إبراهيم الأخضر اللي هو شيخ قراء المسجد النبوي الشريف، قال إنه هذا الوقف أنشأه أهلنا في المغرب العربي اللي هم المغاربة والجزائرية والتوانسة، ويعني أهل المغرب بشكل عام هم اللي أنشأوا هذا الوقف وسموه بوقف عثمان بن عفان رضي الله عنه من باب التيمم، لأنه عثمان بن عفان له فضائل على المسلمين، فلذلك سموه بهذا الاسم، لأنه دائما نحن لما نوقف أوقاف بأسماءنا ربما الأسماء تذهب وحتى المكان يذهب، أما اسم سيدنا عثمان رضي الله عنه فهو باقي إلى يومنا هذا مثل ما تشاهدوا. وقف عثمان هو إيش؟ هو من الأوقاف التي أوقفها المغاربة، أوقفوها على بعضهم البعض. نعم. وليست قديمة جدا يعني، إنما عمرها في حدود يمكن 300 سنة والله زي كده يعني.